كبير بالنسبه للاعيبه فما، وبالنسبه للتعارف بين فريق ديالنا الجامعه نيو انجلاند اللي عندنا الحضور في مدينه طنجة فعلي عرفتي، عندنا واحد الجامعه في جهه عن قطيب تحت مدرسه امريكان، ودابا بهذه المناسبه الطلبه ديالنا النساء كيتلاقاو مع كيشوفوا الكره النسويه في المغرب، وحاجه كبيره بزاف خصوصا النظره اللي عندهم على المجتمع ديالنا، وديك الشيء يقولوا حنا لما مجتمع رجولي ما كاينش النساء ما في كامل الرياضه، وديك الشيء دابا بالنسبه لي هذا من الحاجات اللي كيفرحوني بهذه المناسبه هذه. مرحبا بجميع الجمهور اللي تبع هذه المباراه، ومرحبا بفريق نيو انجلاند في مدينه طنجه بلده الثاني، وكنتمنى له اقامه جيده في المدينه، وان تكون اوقاته كله ممتعه. وكنشكر سي عبد عز الدين الخطاف على هذه البادره الطيبه، وكنتمناها تكون كل سنه يتوجوا فيها لاعبات اخرين اللي عطاونا هذه المدينه الشيء الكثير. مباراة كتدخل في إطار إن شاء الله غادي يكون واحد مباراة تكريمية غنحاولوا نعملوها كل سنة بمناسبة مرور سنة على تأسيس الفريق ديال اتحاد طنجة لكرة القدم النسوية، وارتئينا أننا نكرموا بنت فما الفوقي، لأن البنت اللي هي اللي ديجا في طنجة لعبة مع المنتخب المغربي وعندها تاريخ في ميدان كرة القدم النسوية، وارتئينا أننا نعملوا مباراة تكريمية مع الجامعة الأمريكية. لا بمناسبة هذا الحدث المباراة تكريمية، مباراة ديال قلت لهم حاولوا أنكم تتمتعوا فيها، ومباراة تدريبية وما كيهمش لا نتيجة لا حتى شي حاجة، المهم هو أننا تكرمنا البوال، المهم هو المتعة وصافي، المتعة والتكريم للبنت ماشي النتيجة، النتيجة حنا كنبقشوا عليها في البطولة الوطنية، أما دابا واحد المباراة تكريمية.